طب استنى كده كده ايه دوس على، طب ثواني كده، في خليك صوت؟ معايا. طيب كده الصورة ظهرت. طب شوف الصوت كده، في صوت، في صوت طالع. سلمى يس دي معناها في ساوند ولا يس دي انت حاجة تانية؟ طيب سامعني كده؟ تمام؟ All is good. سلمى يس دي معناها في ساوند ولا يس دي في حاجة تانية؟ طيب سامعني كده؟ طيب اوكي ليتس ستارت، هنبدا عشان نتفق على اليوم هيمشي ازاي. احنا المره اللي فاتت كنا خلصنا بارت، هعمل في الاول ريفيجن على البارت بتاع المره اللي فاتت، الفيرست بارت على ليتس مور، وبعد كده هبدا معاكم ان انا هتكلم على السكند بارت، بعدين هناخد ريفيجن بعد لما نخلص، هناخد question and answer زي المرة اللي فاتت. فهم هيبقوا ثلاثة سيستم هنبدأ عليهم. أول حاجة خلينا نعمل revision. احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الكونسيبت بتاعنا less is more، واتكلمنا على الفلسفي، واتكلمنا في ان احنا we accept الكونسيبت بتاع less is more thinking at the minimum as a cosmetic dentist، وكنا اتكلمنا على الفرق بين الكوزماتيك دنتري وبتوين الستاتيك دنتري، واعتقد كلنا كنا اكسبت الكونسبت زي ما كنا مع بعض في الليكتشر اللي فاتت. وبعد كده اتكلمنا على الستوري بدأت ازاي، وبعدين اتكلمنا على سيرشنج فور كلو، ازاي نحل المشكله بتاعت ان 90% of patient بعد ما بنعمل لهم سمايل ديزاين بيبقى الريفيوز بتاعهم عالي، ما بنجي ما بيعملش عندنا many acceptance للكيس، بالعكس 90% of patient بيحصل ان هم ريفيوز التريتمنت وبيبقى الانسر بتاعتهم نو فور اور تريتمنت. وبعد كده كنا اتكلمنا في شابتر 4 على اننا وصلنا للايديا ان most of patient will accept. مريومة شوفي كده وانا بتكلم وقولي لي الصدى راح ولا لا، كنت بتقولي فيه ايكو. وبعد كده كنا اتكلمنا ان most of patients اللي هم 90% of our patients will accept 90 to 80% result of treatment over 100 result of treatment as long as the treatment هيبقى reversible و non-invasive procedure. وبعد كده كنا اتكلمنا على الكونسبت ذات نفسه، وبعدين اتكلمنا على التريتمنت الافيلبل في الكونسبت بتاعنا هنا عند المرحلة دي، تريتمنت
treatment. اوكي خليني ارجع. كنا اتكلمنا ان احنا mainly treatment الروتين procedure او treatment اللي احنا ممكن نستخدمه في المرحلة دي اللي هو التريتمنت upper prepless veneer 12 to 8 teeth depend ولور prepless veneer 8 to 12 teeth with respect to occlusion. واتكلمنا على partial porcelain veneer واتكلمنا على prepless veneer in combination with ceramic substructure. الليكتشر اللي فات اتكلمت فيها على partial porcelain veneer واتكلمت فيها على prepless veneer over ceramic substructure. النهاردة انا هتكلم على prepless veneer وهبدأ بحتة زي ما انا وعدتكم ان انا هقول جزء من الكونسبت بتاع دافنشي كونسبت how to solve most aesthetic procedure.
ايه اخبار الصوت كده؟ الصوت كويس؟ في صوت؟ كده في صوت؟ في ساوند؟ هلو، في صوت كده؟ كده في صوت؟ في ساوند؟ ماشي تمام، كده في صوت والصورة كويسة. أنا هعيد الجزء من الأول اللي هو بتاع الليكتشر دي، اللي هو السكند بارت ده، هعيده من الأول، من أول هاو تو سولف كوزماتيك كيسز، هعيده من الأول بس أتأكد الصورة واضحة والصوت واضح قبل ما أبدأ، عشان النت واضح إن النت النهاردة فيه مشكلة. الصورة واضحة والصوت واضح قبل ما نبدأ ولا في مشكلة؟ تمام، الصورة والصوت، نبدأ. أوكي، يلا بينا. اوكي جايز، هنركز مع بعض بقى، لان انتوا عارفين الليكتشر بتبقى عندي فيها تسلسل، فلو فات منا جزء هيبقى في مشكله في انك انت تفهم اللي بعده. How to solve most cosmetic cases. طيب ازاي to organize your mind، ازاي تفكر لو انا جالي patient they want to improve smile، عايز يعمل improvement للسمايل، عايز يخلي السمايل بتاعته better and better واحلى. طيب افكر ازاي؟ ازاي افكر ابدا في الكيس؟ احنا قلنا احنا بندور على الديفكت فين، وبعد كده احنا بنستارت كوركت الديفكت عشان تجو ليس انفيزيف على قد ما نقدر. اوكي، زي ما انا هنا اتكلمت قلت لو انت عندك فريم زي ده في بيكتشر وانت بتبص على الصوره وبتتفرج عليها وبتبدا تحدد ايه اللي حلو فيها او ايه اللي وحش، اول حاجه هتشوفها هنا هتشوف ايه؟ هتشوف ان في ديفكت في الفريم، ده اول حاجه هتعمل كاتش للاي بتاعتك. بعد كده عينك هتبدا تبص على البيكتشر وتشوف الديفكت اللي فيها موجود فين. ده بالظبط كانك بتبص للسمايل. الفريم عندنا في السمايل اللي هو مين؟ الجامن ليب، هما الفريم او الاناتومي اوف ذا سمايل. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا البيكتشر، البيكتشر اللي هي ريزمبلينج التيس. اوكي، سو تو كوركت ذيس بيكتشر وي هاف تو كوركت الفريم first then we start to correct
بيكتشر ذات نفسها. بالضبط ده زي عندنا لما نيجي نعمل امبروفمنت للسمايل، ما ينفعش تبدا تعمل امبروفمنت للسمايل من غير ما تعمل امبروفمنت للليب والجم الاول، لان ما اي امبروفمنت هتعمله جوه السمايل از لونج ان الفريم بايظ فهتبدا برضو الصوره هتفضل فيها ديفكت، عمرها ما هتتحسن. فباي لوجيك وي هاف تو كوركت الفريم فيرست، وبعد كده وي ستارت تو كوركت البيكتشر او الكيس بتاعتنا. طيب احنا لما جينا فكرنا في الدافينشي كونسب وفكرت ان انا احط سيستم سهل ان احنا نمشي عليه تو تريت موست كوزماتيك كيسز، انا فكرت فيه ان هو something like games. We do games with patients. We play with the patient games. بنبدأ مع بعض نلعب games. نلعب games ان احنا نبدأ نعمل الاناليسيس بتاعنا عشان نعرف البروبلم فين او الديفكت فين او ابدأ منين الرحلة بتاعتي. games عشان الجي جنجيبال اركيتشر، الاي اكسل انكلينيشن، الام ميد لاين، الاي امبريجر، الاس سمايل لاين اند شيد. So if you remember this, عمرك ما هتنسى. games كل بارت في الجيمز هو هيبقى فيه لعبة. احنا اول حاجة اتكلمنا عليها if we want to correct اي smile we have to start with the same with frame الجنجبال اركيتشر. يبقى اول حاجة لازم نبدأ بيها ايه؟ جنجبال اركيتشر. You will surprise and many cases زي دي. هنا المشكلة ان البيشن عنده deformation في السمايل. I don't like my smile. لما بضحك في الصور السمايل مش بتعجبني، شكل اسناني مش لذيذ. طيب اوكي، we need to correct your smile. زي ما انا كلمتك اول حاجة قبل ما تفكر في اي correct للسمايل اللي هي البيكتشرز نفسها الفيس، لازم تcorrect الفريم الاول، لان مهما عملت correction في السمايل والفريم وحش زي ما شفنا في البيكتشر استيل برضو العين هتكاتش البيكتشر فهتشوف نفس الديفكت. فهنا اول حاجة هنبدأ فيها، اول حاجة بنبص عليها الجنجبال اركيتشر. لو بصينا على الجنجبال اركيتشر هنا عند البيشنت هتلاقي ان الليفل اوف جام نيد سام جنجيفوبلاستي ونيد كوركشن. الكناين عالي جدا، السنترال از شورت تيز اس نيد سام جنجيفيكتومي او جنجيفوبلاستي. سو اف وي كوركت الجنجبا وي كوركت الهول كيس. خلاص يبقى اول حاجة هبص عليها الجنجبال اركيتشر. الجنجبال اركيتشر مش مظبوطة، اوكي اي كوركت. اوكي حتى بعد لما كوركت الجنجبال اركيتشر اف يو هاف ا جود لوك هتلاقي ايه؟ على ان التيست نفسها it needs some correction، يعني هي مش perfect 100%. بس بالنسبة before و after picture what you think it's perfect ولا مش perfect؟ بالنسبة before و after picture بالنسبة للpatient it's good deformation sorry transformation. We transform the case from level to level from good to better with a it's not invasive procedure at all. اللي احنا عملناه وعملنا بس جنجيفا بلاستي للجام، لكن did you touch the teeth? No, we didn't touch the teeth. Is it reversible? هي اصلا كده كده في ما عملناش اي حاجه في السنان عشان تبقى reversible non reversible. I didn't touch your teeth, I just removed the gum. و 90% من البيشنت زي ما انا قلت لك 90% of patient will accept this line of treatment as a final treatment. Maybe after 5-6 years he needs to do more veneer or he needs to do more correction. بس انت كده ايه؟ You solve the case in 5 minutes. You can do it by laser. Challenging treatment هنا حاجة واحدة، انك انت يكون عندك some knowledge about gingivectomy, gingivoplasty, when you have to do it with slab, when you don't have to do remodeling للبون, or when you can do it without remodeling للبون. You need some very experience to do. ده اللي خلانا قلته لك من اول lecture بدأنا فيها first part. ان الدنتس الاستاتيك دنتس بيفرق كتير عن مين؟ بيفرق كتير عن الكوزماتيك دنسري. يعني في الاستاتيك دنسري you have to be like the maestro، عشان كده لازم تكون maestro. maestro يعني you have to be you know everything. زي المايسترو في لما بيجي يبقى قدام الفرقه بتاعته بيعمل ايه؟ المايسترو have ان هو يبقى عارف كل اله بتلعب ازاي، كل انسترومنت العزف بتاعها بيمشي ازاي، ولازم يكون عنده شويه تالنت انه بيعزف على كذا انسترومنت فيبقى فاهم كل حاجه عشان يعرف يحرك الفرقه اللي قدامه. بالظبط الستاتيك دانسر يو هاف تو هاف ايفريثينج. يو هاف زي ما قلت لك من الاول لازم يكون عندك شويه نوليدج على الامبلانت، شويه نوليدج في البريو، فيكسد، بليتشنج، ليزر، كل البرانش اوف دنتري يو هاف تو هاف سم نوليدج اباوت، لانك انت زي المايسترو انت يوز ايفريثينج تو بوت ات توجذر عشان توصل في الاخر لستراكشر اللي هو الجود سمايل او السمايل ترانسفورميشن اللي عايز توصله. اوكي يبقى اول حاجه قلنا هنفكر فيها اللي هي ايه؟ الجنجيفال اركيتشر. طيب اوكي انا جالي بيشنت بصيت على الجنجيفال اركيتشر لقيتها كويسه، بعد كده هبدا ابص تاني حاجه، يبقى انا اي موف تو سكند ستيب. سكند ستيب اللي هي الاكسل انكلينيشن. طيب الاكسل انكلينيشن بالنسبه اللي ما يعرفش يعني ايه اكسل انكلينيشن،
every tooth لو بصينا على اللونج اكسس بتاعها when we go from central to backward or from anterior to posterior هنلاقي ان كل الاكسل انكلينيشن starts to drift mesially. دايما بنقول كلمه مهمه على الاكسل انكلينيشن, الاكسل انكلينيشن drift smile to the midline. دايما نقول كده انه drift is a smile to the midline, يعني كل ما بتروح posterior كل ما الاكسل انكلينيشن start to tilt ناحيه الميدلاين, فبيخلي السمايل تروح ناحيه الميدلاين او look to the midline. اوكي ده النورمال اكسل انكلينيشن ما فيش فيه مشكله. طيب انا هنا البيشنت جالي بصيت على الاكسل انكلينيشن تمام, هبدا ابص على سوري بصيت على الجنجبال اركتشر كويس, هبدا ابص على الاكسل انكلينيشن زي ما انت شايف هنا الاكسل انكلينيشن از deformed. Every axial inclination looking في ناحية غير التانية وان هو كله deformed. طيب I have to correct the axial inclination. بص الaxial inclination if you want to correct the axial inclination, لو الaxial inclination very bad deformed يعني الaxial inclination بايظ خالص 90% to 100% الكيس هتحتاج ortho treatment, هتحتاج ortho treatment. طيب لو الكيس فيها الaxial inclination 50% to 40% defect ممكن اعمل له correct by some restorative treatment يعني crown او veneers. طيب لو في الكيس اللي قدامي الاكسل انكلينيشن في problem بس بنسميه minimal problem so I can solve it with something called cosmetic contouring. cosmetic contouring يعني ايه, هو مش topic بتاعنا النهارده بس انا هديك فكره عنه. cosmetic contouring يعني انا I start to grind from the natural tooth about 0.3 millimeter or less, just to do some line angle to curvature the tooth to artistic sculpture the teeth, the normal teeth. I work only on enamel to let the teeth have the illusion it's look normal. فلو بصينا هنا هنبدأ نلعب في الأكسل inclination of a line angle of the teeth, هتلاقي إن هنا لما بنطبق الأكلوجن principle بتاعتنا هلاقي حصل deformation completely هنا between the axial inclination and between the axial inclination. This is the same case without any kind of veneer. We just add some composite in this area in the lateral. But we did bleaching and cosmetic contouring. Cosmetic contouring is a grinding from the natural teeth, very, very minimal with anesthesia. Just I play with the line angle to change line angle to do illusion to make the teeth look different without changing anything of the tooth, without adding any restorative material. It's very helpful and it gives you good results, but it's very challenging treatment because you work in something non-generated and you have to know what you have to do. And this is illusion steps. I like it. I use many illusion in Da Vinci concept. It's make your life easy. Okay, let's have a look again to the case. If we have a look here, what we will see? We have this line angle. You see the line angle on the lateral. It looks very bad. Okay, it's going distally. It should be going straight or going to the mesial. If you have look here, the contact between the central and lateral, the same is bad. The teeth is look, the two central is V shape. It should be square or triangle. The buccal corridor is closed completely. The texture of the teeth is look very bad. Actually, the patient here can handle orthodontic treatment. I think for 2 or 3 years, and they removed the bracket and everything. And the occlusion was fine, actually. The bite force was fine. The problem here was with the shape of the teeth, but the occlusion was perfect. Close embrasure. If you see the embrasure here is closed. The tip of the canine and the shape of canine is look very ugly. And this is after we transformed the case with cosmetic contouring. And cosmetic contouring, as I said before, وحاول تاني في cosmetic contouring, we just remove, of course, I did bleaching for the case. I do bleaching for all my cases, actually. We're removing line angle from the tooth to make it the tooth look different, or we creating misleading image like magician. So in the misleading image, it give you different picture. زي الساحر, بخليك تشوف صورة غير الصورة الحقيقية عن طريق ان انا اتشنج اللاين انجل وجرايند ذا تيس ان سبيشال سبوتس سو اي ميك ذا تيس لوك ديفرنس اند اي تشنج كومبليتلي. اف يو سي هنا الاكسل انكلينيشن اي كوركتد. سو
اول خطوه عندنا في اي كيس هنفكر فيها الجنجيفال اركتشر. سكند حاجه هنفكر فيها الاكسل انكلينيشن. اوكي سام هاو وي لاكي لايك ذيس كيس اف اي دو. لما بعمل جود ستادي للكيس بلاقي ان انا ممكن اي كان كوريكت الاكسل انكلينيشن باي جرايندينج اوف ذا تيس بات سام هاو في بعض الكيسز بتكون it's somehow difficult like case like this. زي ما انا قلت لك في بعض الكيسز تبقى it's difficult to do it with cosmetic contouring. طب اعمل ايه في الكيسز دي؟ I have to correct it by a of course of your crown your veneer. I have to do some restorative treatment okay to correct the axial inclination, and if I correct the axial inclination actually I correct the whole smile. okay يبقى اول حاجة في games كانت الجنجيفال اركتشر. لو انا عندي كيس بصيت على الجنجيفال اركتشر لقيتها بيرفكت, بعدين بصيت على الاكسل انكلينيشن لقيتها بيرفكت, هدخل على الثيرد ستيب اللي هي ميد لاين كانتنج. انا عايزك تحفظ الكومله دي كويس جدا. الموست امبورتنت 20 سكوير مليمتر او اهم 20 سكوير مليمتر في اي سمايل ديزاين في اي حاجه موجوده في الحته دي بين التو سنترال انسايزر. فين؟ بين الميد لاين عند الميزيوفيشال لاين انجل بين التو سنترال. Why? لأن دي أكتر حتة in comparison. ليه؟ لأن ده الميد لاين وعندك هنا المفروض يكون right image وهنا left image والاثنين المفروض يكونوا mirror image twin image. أسهل two teeth أن هما يحصل فيهم comparison. أي حد أنت بتبص له أول سنتين بتشوفهم two central بيبقى بينهم الميد لاين, فso easy أنك to do comparison between the teeth. كل ما بنبعد عن الميد لاين we go more backward, كل ما الكومباريزون بين اللاترال واللاترال بيبقى اصعب لانك انت يو هاف تو لوك تو ذا رايت تو ذا لاترال ذن يو لوك باك تو ذا اذر لاترال. لكن بين السنترال انت بتلوك ستريت فبتشوف التو سنترال قدامك وبينهم الميد لاين, سو اتس فيري ايزي تو دو كومباريزون بين ذيس تيس. سمتايمز احنا بنبوظ الدنيا. لو احنا مثلا هنيجي على السنترال هنا وهتيجي على السنترال دي مثلا يدو كومبوزيت بينير, وانت بتعمل الكومبوزيت بينير جيت على الميزوفيشال لاين انجل هنا وغيرتها, اصبح عندك الميزوفيشال انجل هنا غير الميزوفيشال انجل هنا, صح؟ انت بتعمل كومبوزيت بينير معنى كده ان السنه ما حصلهاش اي موفمنت, يو جاست ادينج كومبوزيت تو ذا باكل سيرفيس. بس وانت بتحط الكومبوزيت في الباكل سيرفيس رسمت الانجل هنا ديفرنت ان انجل هنا, هيديك ايه؟ يديك اليوجن ان الميد لاين حصل فيه ايه شيفت. بس ده بنسميه اليوجن شيفت. ليه اليوجن شيفت؟ لاني اوريدي التو تيس ما اتحركوش من مكانهم, انت ما عملتش اي حاجه, ما فيش اي موفمنت, ما فيش كراون, ما فيش حاجه, انت غيرت الاليوجن بتاع الميزيال لانك انت غيرت اللاين انجل هنا. عشان كده التو لاين انجل دول المفروض يبقوا ايه؟ يبقوا توين او ميرور ايمج, الاثنين يكون فيهم سيمتريكال بالظبط شبه بعض. عشان كده احنا عندنا حاجه مهمه جدا, عندك حاجه هنا اسمها الدنتال ميد لاين وفي حاجه هنا اسمها ايه الفيشال ميد لاين. لو الدنتال والفيشال ميد لاين واخدين كانتنج يعني عاملين انجل على بعض it should be corrected, ما ينفعش تسيبهم. لو الفيشال والدنتال ميد لاين الاثنين واخدين انجل على بعض we should correct it. كانتنج بنسميه كانتنج ميد لاين it should be corrected. طيب if we have this case, لو بصينا للكيس هنا هنلاقي الكيس دي جات لي done by another dentist everything is look good except the shape. The patient complaining انه راح عمل veneer للسنان composite veneer of course and the patient have a problem it's look very bad. okay هنا to be honest خليني صريح معاكو, هنا لو انت بتاع aesthetic you will gain results and credit over other dentists. ليه؟ انا هنا اللي هعمله في الكيس زي دي الدنتست حط الكومبوزيت فيري ويل, الكومبوزيت ريتنتد سكلبتشر كويس, كل حاجه كويسه. البروبلم اللي هو ناسا يعملها, ناسا يعمل ايه؟ جود كونتورنج اند فينيشنج, سوري جود كونتورنج اند بولشنج, ما عملش كونتورنج كويس او بولش. ولو بصينا هنا شايف الميد لاين, اول حاجه عينك شافتها واراهن عليكم كلكم اول حاجه كلكم شفتوها او اول ديفكت كل اللي قاعدين شافوه كان ايه بالظبط؟ الديفكت اللي في الميد لاين اللي بين التو سنترال كلكم اول حاجه لاحظتوها, لان دي ايه الموست امبورتنت 20 سكوير مليمتر اللي موجوده في السمايل على طول. وي كاتش ذيس بوينت. طيب تو كوريكت ذيس اول حاجه لازم تكوريكت ايه؟ لازم اكوريكت الميد لاين, then I do good contouring and polishing, that's it. هل انا غيرت الكومبوزيت؟ لا ما غيرتش الكومبوزيت. ليه اغير الكومبوزيت؟ الكومبوزيت ريتند كويس كل حاجه فيه حلو ما فيهوش مشكله. المشكله ان هو الكومبوزيت ده مش معمول له بولشنج كويس, فستين
دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الكومبوزيت ما كانش معمول لكونتورنج، ما كانش فيه لاين انجل، ما كانش فيه اي حاجه. عشان كده في دافنشي كونسبت، في الانتيريور كومبوزيت دافنشي كونسبت، انا بحاول اعلمكم يعني. هي مش المشكله انك تعمل اتشنج وبوندنج وتحط الكومبوزيت خالص، كلكم بتعرفوا تعملوا اتشنج اند بوندنج وتحط الكومبوزيت كومبوزيت روتين. انا دايما بعلمك في دافنشي كونسبت في انتيريور كومبوزيت، انا مش بركز على الجزء ده خالص، انا بركز هاو تو بيلد لاين انجل، how to build 3D image of the tooth, how to build sculpture living tooth. كنا بنسميها دايما give your tooth alive. التوث يبقى شكلها ليها معالم، ليها 3D dimension. لو بصيت هنا على central D والcentral D، central D is like square teeth, checklist teeth. هنا no, I have mesial line angle, I have distal line angle, I have facial aho, I have cervical blog, I have cervical emergent profile, incisal. ده الفرق هنا. الفرق بين هنا وهنا ان هنا طبعا انا اي كوركت الميد لاين، ده الموست امبورتنت، وبعد كده عملت سكلابشر للتيت. لو بصيت هنا هتلاقي انك انت هنا المين بروبلم، اول حاجه عينك بتشوفها زي ما انا قلت لك الميد لاين، وده ثالث نقطه معانا في هاو تو سولف موست استاتيك كيسز. اوكي ليتس موف. لو انت عديت بيشنت جالك الجنجيفال اركتشر بصيت عليها تمام، اكسل انكلينيشن بصيت عليه تمام، الميد لاين بصيت عليه تمام، هبدا ابص على الامبريجر. خد بالك الامبريجر از فيري امبورتنت في الاستاتيك. الامبريجر انا دايما بقول عليها بسميها الاند بزنس. ليه الاند بزنس؟ لان لو انا بعمل بريدج او بعمل فينيرز او بعمل كراونز وبعته اللاب، هو ده اللي بدفع فيه فلوس لللاب. I paid money for embrasion. ليه؟ لان الامبريجر دي اللي بتبقى مفتوحه بين السنان في الانسايزال امبريجر سبيشلي. الانسايزال امبريجر ما لهاش جيومتريكال شيب، ات شود بي when you go from anterior to posterior to be تبقى more bigger okay and size، لكن ملهاش geometrical shape متعارف عليه. بس ال embrasure دي مهمة جدا انها تكون مفتوحة، لان هي لو ما كانتش مفتوحة السنان هتبقى زي البيكتشر اللي قدامك كده، it's look like block teeth، بنسميها box teeth او بنسميها checklist teeth، يعني السنان كلها like blocks جنب بعض. لكن ال embrasure لما تبقى مفتوحة between the teeth بتديك ايه؟ صح، بتديك ريفليكشن للباك بلاك باك جراوند في الماوس، وبتوين التيس الوايت تيس، فبيديك اناتوميكال شيب اوف ذا توث، يديك احساس ان كل سنه تلوك نايس. فهو ده بسميه الاند بزنس، لان هو ده اللي بيفرق لاب عن لاب. في لاب بيبعت لك بريدج، البريدج يبقى نايس سلوك ناتشرال. ليه لوك ناتشرال؟ لان الامبريشر بتوين التيس سيبريتد ومفتوح. وفي واحد يبعت لك بريدج يو نيد تو كوركت ذا هول بريدج. ليه؟ لان البريدج لوك فيكس لما تحطه. Fake teeth, it look like blocks, it look like checklist teeth. لو هنا بصينا السمايل دي، السمايل دي لما بصينا على الجنجيفال كانت تمام، excellent inclination, perfect midline, تمام. Embrasure, closed embrasure between the two central to central lateral. طب ليه الامبريجر هنا closed between the two central? It's normal, attrition, old age, حصل attrition في teeth, فالامبريجر closed. طيب, how to solve it? Let's reopen the embrasure again. طيب هنا انا فتحت الامبريشن بتوين السنترال وعملت لاين انجل بتوين السنترال واللاترال. سولف ذا كيس، سولف ذا كيس، البيشنت هابي، هابي ترانسفورميشن اوف سمايل، السمايل كومبليتلي ترانسفورميتد. هنا هل انا حطيت كومبوزيت، حطيت فينير، حطيت اي حاجه؟ لا، انا حليت الكيس في 5 minutes البيشنت السنان ترانسفورمد. ودي انا دايما زي ما قلت لك من اول بارت او اول ليكشر بسميها بلان اي. بلان اي يعني انا بقول له انا اديتك دلوقتي 80-90% ريزلت، your smile is completely transformed between before picture and after picture. If you like to go 100%, let's grind your teeth and put some veneer, blah, blah, blah. The patient, if the patient accepts, it's good, let's do it. If the patient refuses, of course, no problem. I did my job, actually. And the patient will refer more patients, as I said, less work, less workload, less preparation, more appreciation from patient, more refer, more happiness. ليه؟ لان البيشنت هنا وصل للريزلت اللي عايزها من غير تريتمنت ريفرسبل. اكشلي يو didnt do anything, you just use your mind, use the new mind, الاركيتكتشر مايند ولا الارتستس مايند؟ ركز معايا بقى. هنا السؤال اللي انا طرحته في اول الليكتشر، الديبيت اللي انا بدات بيه، يعني في فرق بين الكوزماتيك وبين الاستاتيك. هنا ده الفرق. هنا انت اللي انت استخدمته هنا artistic skills ولا architectural skills؟ هنا استخدمت architectural skills. اوكي، ما استخدمتش artistic skills. artistic skills كنت رسمت two central veneer or whatever، لكن انت استخدمت your vision، انك انت how to add some point خفيفة، وانك انت transform the smile. وده الفرق بين the skills وبين انك انت يكون عندك vision
you can how to apply your skills according to your vision. آخر حاجة خلينا برضو هنا لو بصينا دي نفس الكيس على فكرة اللي احنا كنا عملنا لها transformation لل upper axial inclination into the upper teeth. Just to look to the lower teeth. If you look to the lower teeth, it look like block. Okay, dental teeth. All the teeth is fixed together. Look here. It give you more life, huh? تحت more life. The lower teeth it look more natural. كل اللي عملناه we open the we open just an embrasure between teeth. طبعا many of you asking now how to open the embrasure between teeth. Later on, واحنا شغالين في lecture, I will let you see how I do this. Okay. عدينا عن gingival architecture في كيس لقناه تمام, رحنا على axial inclination تمام, بعد كده we move to midline تمام, we move to pressure good. هنبدأ نبص على smile line and shade. Smile line عبارة عن ايه؟ smile line عبارة عن curvature بيرسمه ال upper maxillary teeth to follow the lower architecture of the lip, بيبقى عامل ده wing like then normal smile line. لو بصينا هنا هنسمي ده straight smile line. Straight smile line بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة ان it's too central is lock أو short حصل فيهم attrition أو short فهو the same length like central أو reverse smile line. Reverse smile line لما بقى too central أقصر من ال two canine look like reverse or sad smile. طيب لو أنا عندي case هنا, لو أنت شايف ال case دي me to improve smile, لو أنا حبص هلاقي gingival architecture perfect, هنبص على axial inclination it's good, هنتنقل على الميدلاين actually good, ميدلاين حلو اهو, هنروح على الامبريجر okay, امبريجر is good not 100% but it's accepted, هنروح على السمايل لاين if we have a good look in a smile line it will be bravo, straight smile line. طيب to correct the smile line ده straight smile line, هل ده straight smile line نتيجته ايه؟ I need two central the same length like mean by two canine, المفروض السنتر يبقى أطول من ال 2.9 مليمتر عشان تبقى عندك good smile line. في الكيس دي عندك two decision, يا إما تطول ال 2 central يا إما برافو نأثر ال 2.9. It's up to you, عايز تأثر ال 2.9 أوكي هتظبط السمايل كيرف أو تطول ال 2 central بدل ما تأثر ال 2.9 it depend. يعني في حالات لو ال 2 central is damaged I prefer to lengthen it to the central so you can correct the whole smile. لو ال 2 central is perfect and you want to go less abrasive, okay, ممكن تعمل ايه؟ تأثر ال 2.9 مليمتر هترجع الكيرف تاني. هنا في الكيس دي كانت decision ان احنا نحط prefluence beneath to correct. Oops. Okay. هنا احنا اللي احنا عملناه ان احنا حطينا prefluence beneath over to correct ال smile line and it's corrected. Okay, it's completed, corrected by lengthening the two central incisors. Last point, لو أنا عندي case زي دي, I go for gingival architecture. Okay, no bad. Axial inclination. Actually good, good, good. Midline. A little bit. This tooth is tilted and midline, but it's accepted. It's not so bad, accepted. Embrasure, perfect. Smile line, perfect. The problem, only problem I see is a smile is shade. So I recommend it for patient to do bleaching. That's it, accepted. Okay, let's review. So if you have any problem with patient, let's do games. Patient come to your clinic, said, listen doctor, او خلينا نقولها بطريقة, بص يا شمس I have a problem في السمايل, انا مش بعرف اضحك, مش بحب ضحكتي, انا ما اعرفش فيها ايه وحش بس I don't like my smile, ما بحبش اتصور, ما بحبش اضحك, بخبي ضحكتي دايما, انا مش قادر اقول لك انا ايه اللي مضايقني في ضحكتي, ما عنديش سبب معين بس انا ما بحبهاش كلها. اوكي okay? This is I quoted patient word. اوكي okay. انا كدنتس هقول له طيب تعال نجبر مع بعض, ليتس دو جيمز, تعال نفكر ازاي نصلحها. زي ما انا قلت لك اول حاجه هبص عليها الجنجيفال اركتشر, لو فيها بروبلم اي كوركتد اند ليتس ويت تو سي مع البيشنت هيز اكسبت ذيس از ذا فاينل تريتمنت اور هي وونت تو دو مور. اكزل انكلينيشن هبص عليه وكوركتد, بيشنت بصيت عليه لقيت الجنجيفال اركتشر كويس, اكزل انكلينيشن تمام, هبدا ابص على الميد لاين كانتنج,
لو في مشكله في الميد لاين هصلحها. طيب كله تمام، هبص على الامبريجر، if the embrasure is closed I have to open. اخر حاجه هبص عليها smile line and shade. طيب for everyone if you review all these steps you will find something. For this concept we start from very hard job gingival because soft tissue is always challenging in work because it's many complications. It could be returned, it could be collapse again, sometimes it's complicated actually. So we start with gingival architecture, we start with axial inclination, we start midline canting, we correct embrasure, we correct even smile line and shade. And if you start from gingival architecture and you don't see anything, you go to axial inclination, you don't see anything, you go to midline, you don't see anything, you go to embrasure, everything is good, you go to smile line, everything is good, you go to shade, the shade is good. That means you have to dismiss the case. Why? Because if you think in your mind, لو الpatient ما عندهوش أي حاجة من المشاكل اللي أنت شايفهم عندك في الجيمز دول، معناها إيه؟ معناها أنك you can't see any problem. معناها إيه؟ معناها أن الpatient already the smile بتاعته perfect and he has some obsess وأنا مش هقدر أديله الobsess بتاعته. I have nothing to give more. الاسمال بتاعتك كويسة، الجينجبال الكيتشر كويسة، الأكزل انكلانيشن كويسة، الميد لاين كويس، الامبريشر كويسة، الشيت كويس، الاسمال لاين كويس. So there is no problem in smile. فهتلاقي ان احنا في الكونسبت ده we cover everything from small details اللي هي الشيد والسمايل لاين to very big details اللي هي الاكزل انكلانيشن والجينجبال الكيتشر. So لو انت مشيت بالستبس بتاعتنا دي so you can correct every smile. ولو انت عديت كل الستبس وما لقيتش اي حاجه تعملها يبقى فعلا السمايل بتاعت البيشنت از جود في كل حاجه وان البيشنت عنده اوبسيس البيشنت لوكينج فور سمثينج هي كانت او شي كانت هاف. اوكي قبل ما ادخل على شابتر 9 اللي هو بريبلس فينير تو بريب اور نوت تو بريب ذيس از ا كويشن اي نيد عايز اعرف منكم how we do until now. كله تمام. Any problem? Everything is going good. ولا في مشاكل. كله فهم. The dimension concept. How to solve most cosmetic cases. We doing good. كله تمام. ولا في مشكلة. Please write in chat. عايز أعرف. Everything is okay. ولا لا. Guys. Are you with me? اوكي مارينا بيرفكت يوكا تمام نوني اوكي جايز انا عايز اقول حاجه سلمى تمام اوكي انا عايز اقول لكم حاجه انا قلتها في الليكتشر اللي فاتت وبقولها تاني ام سوري جايز بالنسبه للناس الفريش جرادويت او الناس اللي ما عندهمش اي خلفيه معانا الستاتيك دنسري ذيس ليكتشر ويل بي ادفانسد هتبقى بالنسبه لهم صعبه وهيبقى في سم كونسبت مش هيبقوا قادرين يتابعوه او يفهموه ام سوري بس الناس اللي هي عندها فكره عن الاستاتيك او قرت شويه او اللي هي اشتغلت قبل كده استاتيك اي ثينك دي ويل بي فاين يعني هتحسوا ان هو اتس نيو ليفل اوف ايديوكيشن واتس نيو ديبيت يو كان اكسبت او يو كان ريفوز ما فيش مشكله يعني وي هاف ذا تو اوبشن اوكي طيب احنا هندخل على القصه الكبيره اللي كلكم دايما بتخافوا منها تو بريب اور نوت تو بريب ذيس از ذا كويشن اعمل preparation للفينير ولا ما عملش preparation للفينير انا كشمس بقول لك any case you have to start as a prepless من غير ما تفكر في preparation الاول او let's see الريزلت بتاعتها او الموكب بتاعها لو انا مش هعمل preparation if a case ممكن تتعمل من غير preparation I prefer انك انت تعملها من غير preparation ليه لان ده هيبقى reversible treatment هيبقى في 90% acceptance بتاعك اوكي اللي هو دايما بيحصل refuse عشان هتعمل preparation خلاص طيب مش معنى ان انا اعمل بريبلس فينير معناه ان انا اخد امبريشن واي سند الامبريشن لللاب يبعت لي الفينير وهوبا سيمنتيشن وخلصت لا ده مش بريبلس فينير تو دو بريبلس فينير ذير از ساينس بيهايند بريبلس فينير
لا عشان نعمل بريبلس فينير وي هاف تو نو هاو تو ديفين هاو تو دو ذا فينيش لاين هاو تو كوركت ايفريثينج في ساينس. يعني هو مش فكره ان انا باخد امبريشن للتيس وبعملها بريبلس في اللاب وخلاص, لا لا. انا هقول لك فيري كويك على قد ما نقدر في الوقت اللي متبقي لنا, مش هطول عليكم, اديكم ايديا هاو تو دو البريبلس فينير والمعطيات بتاعته ازاي يتعمل وايه البريكوشن المفروض تعملها وانت بتعمل بريبلس فينير. اوكي طيب, عندنا 5 فاونديشن بوينت انا لقيتهم في الفيرس في البريبلس فينير. ال 5 فاونديشن بوينت دول هم اساس البريبلس فينير. اول حاجه ان احنا لقينا ان في significant number of patient or cases ممكن يستفيد من البريبلس فينير, بمعنى اخر we can enhance او improve smile by adding only ceramic over the teeth without removing anything from the teeth. يعني لقينا ان في عدد كبير من الحالات دي احنا ممكن نخلي السمايل بتاعتها نرفعها من level good to attractive by adding some porcelain. البورسلين ده هنحطه فوق التيس without removing anything of teeth. يعني بمعنى اخر التيس ممكن نعمل لها augmentation بالبورسلين to improve the smile. تاني حاجة اكتشفناها ان هو مش لازم نعمل preparation للفينش لاين عشان اللاب يدينا جود فينش لاين او يدينا فينش لاين ما نون ديتاتشبل نون ديتكتبل. ثالث حاجه ان موست بيشنت بيحسوا ان في فرق كبير قوي بين البريب والمينيمم بريب فينير, سوري النو بريب والمينيمم بريب فينير. رابع حاجه الكومبوزيت بروتوتايب اكتشفنا او اللي انتوا بتقولوا عليه كومبوزيت موك اب از فيري امبورتنت بروسيدور, ان هو يقيم لك الكيس تنفع تتعامل بريبلس فينير ولا لا, وبيديك ايديا عن البيز لاين كيسز او البوردر لاين كيسز اللي انت خايف تعملها. الكالر شيفت از فيري امبورتنت ايديا هكلمك عليها, انك انت تعرف ان البريبلس فينير بيساعدك في بعض الكيسز اللي فيها مشكله في الكالر انك تجين مور كالر, وفي نفس الوقت بيبقى في ديفيكولتي لو انك انت تستخدم البريبلس فينير مع بعض الحالات عشان الشيد ده. هناخد كل بوينت وهتكلم عليها واحده واحده. اول بوينت اللي هو ان احنا في نمبر اوف كيسز ممكن ينجح معاهم جدا البريبلس فينير, لان الحالات دي هتحتاج ان احنا تو اد ان احنا نزود عليها انكريز الباكل سيرفيس او انكريز الثيكنس اوف ذا توس وداوت ريموفينج اني ثينج فروم ذا تيث. لو بصينا هنا من A to B, ده قرش اللي انا هكلمك عليه دلوقتي, دي بروسيدور لو انت عايز تعرف الكيس بتاعتك ينفع يتعمل فيها بريبلس فينير ولا السنه اللي انت عايز تشتغلها او سنجل توس انديفيديوال توس عايز تعمل تنفع فيها بريبلس فينير ولا ات شود بي بريب. هقول لك على كونسبت سهل جدا. احنا عشان تكوركت اني سمايل عندنا حاجتين, حاجه اسمها ريدكتيف وحاجه اسمها ادكتيف. ريدكتيف معناها ايه؟ ان انا جرايندنج او هشيل من التوس او هبرد من السنان او اي هاف تو ريموف بارت فروم ذا توس, خلاص. ادكتيف ان انا ان انا هحط فين, هحط فوق السنان, هحط حاجه فوق السنان, هعمل اوجمنتيشن للتيس. الاوجمنتيشن اللي انا هعمله للتيس ممكن يكون كومبوزيت, ممكن يكون بورسلين, ممكن تعمل كراون وات ايفر, بس هتحط حاجه فوق السنان. يبقى معنى كده انك انت عشان تصلح السمايل هنا ممكن تزود فوق السنان او ممكن تشيل من السنان. حلو طيب, ايه اللي انت بتقوله بقى ده يا شمس او هيتعمل ازاي؟ هقول لو انا عندي سمايل زي دي وهرسمت كيرف, خلاص الكيرف ده بيمشي من البريمولر لغايه البريمولر. الكيرف ده بنسميه السمايل كيرف. الكيرف ده اللي هو الكيرف بتاع بيمشي على الباكل سيرفيس اهو من البريمولر لغايه البريمولر, بيبقى تاتش كل الباكل سيرفيس. الكيرف ده الكيرف بتاع الالاينمنت اوف تيس. اي حاجه طالعه بره الكيرف ده زي الحته دي ات شود بي ريدكتيف, لازم تتشال لان هي طالعه بره الكيرف. اي حاجه جوه الكيرف ات شود بي ادكتيف تو تاتش ذا كيرف. يعني لو بصينا كده مع بعض هنا السنه دي ات شود بي ريدكتيف, الجزء ده من البارت ده من التوس, شايف الجزء ده لازم يتعمل له اوجمنتيشن. لو لاحظ كده انا عملت ايه, انا عملت illusion. يعني illusion عملت illusion اني خليت التوس it look like normal teeth in good alignment مع ان التوس rotated, بس انا عملت لها illusion لما شلت من هنا وزودت من هنا فالتوس بقت
it look like in good alignment and good shape وبقت في الالاينمنت بتاع القرش. مش كده قلت لك في الدافنشي كونسبت اليوجن از فيري امبورتنت بارت. اوكي لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان التوس دي مالها داخله لينجولي وان في سبيس بتوين السيرفس بتاع التوس وبتوين مين وبتوين اللاين اللي هو ايه اللاين الاينمنت اوف تيس او الكيرف اوف ذا سمايل. لو انا جيت زودت هنا اتس نيد اوجمنتيشن فلما انا زودت عليها هنا كومبوزيت بورسن وريفر هزودها بايه فالتوس اصبحت ان جود لوك. بص على السمايل هنا بعد ما السمايل حصل لها كوركشن اللي حصل هنا ان السمايل كلها بقت ان جود الاينمنت صح والسمايل كلها بقت ان جود الاينمنت جود كيرفتشر وكل التيس ان ذا سيم ليفل. اللي حصل هنا ان اتحط هنا بريبلس وريفر بقى البريبلس ده كومبوزيت فينير او كومبوزيت ايه او بورسلين فينير. وهنا we moved the part اللي كان excess reductive وهنا عملنا addictive. عشان كده هي دي النظرية اللي بدأنا بيها ان احنا اكتشفنا ان في cases كتيرة او individual teeth او بعض patient we can ان احنا enhance the smile بتاعتنا نعمل لها improvement the smile by adding porcelain or composite without reduct anything from the tooth. Example of cases ممكن تستفيد كويس جدا من prepless veneer هم دول. I will go one by one. خلينا نمشي ناخد step by step. أول حاجة ideal cases for prepless veneer premolar extraction cases. الكيسز دي بتبقى جميلة. الكيسز دي بتبقى عبارة عن زي أي patient عندهم ناس عندها مشكلة ان كانوا عاملين orthodontics treatment في extraction في البريمولر والمشكلة ان بعد فترة بيحصل collapse للتيس او whatever فبيحصل space وضعيتنا between the central واللاترال بقى في space between the teeth فالتيس look small or younger وتبقى شكلها صغنطت بالنسبة لبقية القرش. it's very easy to add prepless veneer over this piece as long as there is diastema and a space between the teeth to close the space is very good. تاني cases كانت عندنا اللي هي short worn teeth of course with management of occlusion. listen خلينا صراحة مع بعض اي case you have to do it you have to do a first level you have to manage the occlusion. ما ينفعش انك انت تعمل اي حاجة treatment استاتيك او اي مشكلة وانك انت عشان تعمل treatment تبوظ the occlusion. طب ايه البروبلم طب ما البيشنت انت هنا المفروض انت you have to correct the occlusion to correct the smile and occlusion in equal way. يعني السمايل تبقى تمام وفي نفس الوقت الاوكلوجن تمام الاثنين perfect. ما ينفعش انك انت تبقى عندك perfect smile و bad occlusion خلاص طب ما السمايل كده كده هتبوظ. اوكي ف anyhow we have to respect the occlusion in any treatment. هنا short worn teeth. short worn teeth دي احلى اسمان المشكله اللي حصل فيها alteration warning. اسهل حاجه انك انت تعمل ايه تعمل فيها prepless veneer. الكيس الثاني ممكن تستفيد من النير البيج لاترال وانا احب اقول معلومه واحب اطلبها منكم بليز بليز نيفر ايفر تعمل اي نوع من انواع البريباريشن في البيج لاترال. اتس اوريدي بريبيرد باي ناتشرال باي هي اوريدي اتحصل لها بريبيرد بالتوز دي البيج لاترال من الناتشرال ربنا خلقها كده. سو بليز دونت تاتش ات اني مور ما تعملش فيها بريباريشن وي جاست كفرد باي فينير اور كراون. دي من الكيسز اللي ممكن نعمل فيها بريبليس فينير او مهم جدا البيج لاترال. لينجوال بوستيشن تيس زي دي التيس اوريدي بوستيشن لينجولي وانا عايز اعمل ايه يا هعمل اورثو فارجع السنان اخليها بروترودد عشان يبقى كلهم سيم ليفل سيم الاينمنت يا اما البيشنت بيجي يقول لك ثانك يو اي دونت وان دو اني كايند اوف اورثو استيك تو ماتش تايم بليز جيف مي سوليوشن. السوليوشن الثاني ان انا تو اد ceramic over a two lateral فانا لما احط عليهم ceramic I will make the two teeth look little bit protruded and same alignment like the exact teeth. so في الكيسز دي انا محتاج ان انا to add مش محتاج ان انا to do reductive لان هي السنه already lingually وانا عايزها to go more buccally. so انا بعمل ايه بحط عليها porcelain. دي تاني من الكيسات المهمه جدا انك انت تعمل فيها prepless veneer. teeth need more presence big lip or small teeth. بص دي challenging a little bit. ليه challenging a little bit؟ ال small teeth دي بيبقى فيها challenge. يعني ال small teeth دي if you look retract the mouth and you have a good look for the teeth will look nice.
وشكلها كويس وكل حاجه فيها كويس والسايز حلو every proportion and everything is nice. لو انت بدات تعمل comparison between التيس وبتوين الليب and the whole face هتبدا تحس ان التيس لا it look ايه it look small it look younger it look tiny teeth. طيب يبقى هنا المشكله الكومباريزون هنا المشكله عن البروبورشنال مش بتوين التيس ذات نفسها لا بتوين الهول بيكتشر بتوين التيس وبتوين الليب وبتوين الفيس البيشن عنده فول ليب وبتوين التيس فالتيس لوك فيري سمولر فاحنا عايزين تو هاف مور بيج تيس اديك انت قلت اي نيد مور بيج تيس يعني انت المفروض تعمل ايه في السنان تكبر السنان تخلي السنان تلوك بيجر فهذه الحاله انت محتاج تعمل ايه محتاج تو اد حاجه فوق التيس عشان تبقى بيجر سو اتس بريبلس يو كان اد بورسلين اوفر ذا تيس تو ميك ات بيج sometimes مش في كل الكيسز ان هي في بعض الناو في ناس عندها فول ليب فوليوم وفي بعض الناس ناو اكشلي يو كان باي بيج ليب ازاي ازاي اقول لك بوتوكس اند فيلر اكشلي فيلر موست اوف بيبل ناو دي دو فيلر فور ذا ليب فما بيعملوا فيلر في الليب دي ميك ذا ليب از لوك فيري بيج فبيبقى الكومباريزون بتوين البيج ليب والتيس تيس بتبقى لوك فيري سمول اند الليب از لوك فيري بيج فالحل انك انت ممكن تحط بريبلس فينير تو ميك ذا تيس اند ليب ان كومباريزون نايس نارو باكل كوريدور لو انت شايف هنا وي هاف نارو باكل كوريدور معناها ان الباكل كوريدور هنا في نيجاتيف سبيس لوك بلاك بلاك تريانجل رايت اند ليفت سو وي هاف تو اد بورسلين تو كلوز الباكل كوريدور اوف كورس انا قلت تو اد بورسلين معناها ان انا اي دونت نيد تو ريموف فروم ذا تو سو اي هاف تو اد ذيس از مال كيسز اللي بنعملها بريبلس برضو عندنا دايسما الدايسما كيسز از فيري special cases to do it prepless ليه لان عندك already you have this you have a space between teeth فمعنى كده ان انا احط اقدر احط porcelain between the teeth والporcelain يدخل في اللاين انجل ويقفل كويس جدا حوالين السنان without remove anything because I have diastema اوكي يبقى احنا هنا في اول بوينت اكتشفنا ان احنا من ال 5 foundation point of prepless veneer اول بوينت ان احنا كنا اكتشفنا ان في cases كتيره ممكن تستفيد من البريبلس فينير وممكن تستفيد ان احنا تو اوجمانت تو اد بورسلين تو امبروف السمايل وداوت ريموف اني ثينج واتكلمنا عليه تاني نقطه هنختلف ونتفق عليها وفي الديبيت الجامد احنا اكتشفنا ان هو يو دونت نيد تو دو بريبريشن فور فينيش لاين عشان اللاب يقدر يديك او التكنيشن جود فينيش لاين ذات از نون اوبتيكال ابير او ما يكونش ديتاتشبل فينيش لاين بالعكس احنا اكتشفنا ان في حاجه اسمها الناتشرال انفينيتي مارجن احنا سميناها ناتشرال انفينيتي مارجن بيكوز احنا لازم نلاقي اسم للفينش لاين بتاعنا بيكوز ذير از نو تيرم فور اور فينش لاين ان بريبلس فينير ليه نو تيرم او ليه نو تيرم في ما فيش تيرم للفينش لاين في البريبلس فينير لانك انت اكشلي يو دونت دو بريبريشن اتس بريبلس فانت ما بتعملش اي بريبريشن للفينش لاين فما تقدرش تقول انا عامل شامفر فينش لاين ما تقدرش تقول انا عامل شولدر فينش لاين ما تقدرش تقول انا عامل انت ما عملتش حاجه you didn't do any preparation for the tooth it's a purpose veneer فبالتالي لازم نجد تيرم فاحنا التيرم متعارف عليه دلوقتي ان احنا بنتكلم عليه على ان هو ايه infinity margin ما معنى infinity margin infinity margin ان احنا we use the free gingival margin بتاعنا as a finish line يعني we ask the lab to please stop the veneer at the margin the free gingival margin we just stopped at the free gingival margin it's like we can say it's equal gingival margin okay we asked our lab to stop at the free gingival margin حتى لو عندنا سنه فيها recession I'm always asking my lab to start to stop the finish line at the free gingival margin and في السنه اللي فيها recession I ask him to stop the same to make the tooth the same length as the antagonist يعني مش لازم ياخد الريسيشن يقف لعند الجينجيفال فيرستشن لا اوقف لي عند ذا سيم لينث تو ميك ذا تيس اول ذا تيس ذا سيم لينث اوكي يبقى احنا اتفقنا ان الفري جينجيفال مارجن هو اللي هيبقى المرجع بتاعنا وهو اللاب هيشوفه لما بناخد الامبريشن ونصبه بيبقى باين فهو هيوقف الفينش بتاعته والاند اوف ذا فينير هيقف فين عند الفري جينجيفال مارجن طيب ايه الادفانتج بتاعت الانفينيتي مارجن اللي اتكلمنا عليه اللي هو ان احنا بنقف عند الفري جينجيفال مارجن اولا to be honest is the most undetectable optical of all margin يعني صعب قوي انك انت تشوفه بالعين تاني حاجه ان هو الريفيل بتاعه عالي جدا و even you can detect this margin even by probe
اوكي هتقول لي هيبقى الثيكنس بتاع البورسن، هقول لك استنى معلش احنا لسه هنعمل لسه انا هكلمك على حاجه، ان انا اي دو فينيشنج للفينش لاين، بعمل فينيشنج بعد ما بلزق الفينير للبورسلين، فعشان كده ديتاتشبل ديتكتبل بالبروب مش هتلاقيه، مش هيبقى فيه اي ديتكتبل للمارجن، اوبتيكال بروبرتيز بتاعته عاليه جدا. المارجن ده احسن مارجن حتى لو الكيس بعد ماني ييرز حصل لها ايجنج اند ريسيشن، هيبقى احسن مارجن لان المارجن اوريدي نون ديتكتبل واستاتيك جود والاوبتيكال بروبرتيز بتاعته كويسه. الحاجه المهمه جدا ان حتى لو انت بعد كده يو نيد تو دو جينجيفال جرافت، يو كان دو جينجيفال جرافت، يعني مفيش اي بريبريشن في التوز، مفيش اي حاجه، انت واقف على ايه برافو، واقف على سمنت نمبر جانكشن، سو يو كان دو جرافت، يو كان دو اني ثينج واتس ريفرسبل. الاو ريفرسبل تريتمنت الانفينيتي مارجن، ليه الاو ريفرسبل تريتمنت؟ لانك انت اوريدي يو didnt دو اني بريبريشن، اف يو ريموف ذا فينير خلاص مفيش مشكله، انت ما عملتش اي فينيش لاين، سو اي فينير تاني انت بتعمل فيه فينيش لاين، فا اف يو ريموف ذا فينير يو هاف تو تحط حاجه مكان الفينيش لاين اللي انت عملته، مش هينفع تسيب التوس لايك ذيس، هيبقى باي ديبريشن انسايد ذا توس او جروف. لكن هنا الفينيتي مارجن اي didnt دو اني ثينج، ما عملتش اي بريبريشن، ما فيش اي حاجه، سيرفيسبل تريتمنت. طيب ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ الديس ادفانتج اوف انفينيتي مارجن، اول ديس ادفانتج ان هو ريكواير انترا اولر فينيشنج، يعني بعد ما بتعمل سيمنتيشن للفينير يو هاف تو دو فينيشنج for infinity margin عشان يبقى optical probe بتاعته تمام. تاني حاجة ان هو يبقى undetectable even with the probe. Very difficult to انك انت تعمل infinity margin لو الكيس محتاجة انك انت to go subgingival. Like you need to go subgingival is not the margin of choice. ما ينفعش. ليه؟ لان هو زي ما انا قلت it's need intraolar finishing. But it's very difficult to do finishing لل finish line تحت الجم. It's very difficult. It's very difficult to do this. Okay, guys. The underlying tooth color should be good. ما ينفعش يتعمل على it can be used على tooth فيها let's say the color بتاعها very bad color. هوريك ليه. هوريهالك في number five. You can do it. You can add an image. Sorry. You can add infinity margin over the tooth. لو التوث فيها very bad discoloration. Okay. الحاجة الأخيرة في disadvantage بتاعته actually هو it's not easy to be fabricated in lab. يعني عايز technician very good technician. لأن السيراميست هو بيعمله بيعمل السيراميك بتاعه عند free gingival margin at very thin margin. ف it's very difficult to be developed in lab. اوكي طيب ازاي بنعمل فينيشنج للانفينيتي مارجن؟ اولا احنا بنعمل سيمنتيشن للفينير الاول وبعد كده بنعمل، لكن ما تقدرش تعمل الفينيشنج للانفينيتي مارجن قبل ما تلزق الفينير. ليه؟ لو حاولت تعمل سيمنتيشن للانفينيتي مارجن قبل ما اعمل اعمل فينيشنج للانفينيتي مارجن قبل ما اعمل السيمنتيشن هيبقى عندك مشكله ان ممكن يحصل فراكشر للفينير. الاول انا اي سمنت ماي فينير بعد كده هبدا اعمل الفينيشنج بتاع الانفينيتي مارجن. اول حاجه بنستخدمها دايموند بير، دايموند بير كود ريد عادي او ممكن تستخدم كود بلو. دايموند بير اللي انا بستخدمه بتاع موسكيتو بير، اي جاست جو اراوند سيرفايكال اريا 45 ديجري، اي دو بيفلينج للسيراميك اللي انا حطيته، بعمل بيفل عند السيراميك عشان اعمل ايمرجنت بروفايل وسموثنج ويبقى نون ديتكتبل باي بروب. بعدي فوق over the cervical margin بتاع الانفينيتي مارجن. Then I start if you wanna ده اللي قلت لك عليه if you want to open the embrasion I use metal disc. I use metal disc to open the embrasion. Then I go with metal strip between the teeth. Okay, to open the contact and to be sure everything is good. Then I use metal strip or sandblasting strips to go again between the teeth. Then I use carbide bear to go again over the cervical area to do more smoothing and beveling للceramic finish line. Then I use rubber impregnated or stone rubber disc to polish the margin of the veneer. Then I use rubber cups again to clean it. Okay. Then you will have big problem. ايه هي؟ حد يعرفها؟ Okay. اكيد كلكم عارفينها. البيج بروبلم ات ويل بي لايك ذات. انت دلوقتي عملت ايه؟ لمست الفينير بتاعك باي بيرز،
ولمست البنير بالرابرز فحصل رفنس. You lost your glaze. You have to re-glaze again البنير. صح؟ طيب to re-glaze the veneer again هتعمل نفس الستيب اللي احنا بنعملها في اللاب. انا في اللاب to بقى عشان اعمل glazing للفينير بتاعي I have to do some brushes with paste. اوكي عشان اعمل له glazing. You will do the same. بس المشكلة انك انت when you're doing glazing in lab ما عندكش مشكلة. بس لما تعمله intraocular عندك مشكلتين. المشكلة الاولانية انك you have to manage the soft tissue and you have to manage the heat. لان الglazing والbrushes بتطلع extreme heat. فلو تلاحظ هنا انا حطيت liquid dam over the soft tissue. Okay, to protect the gum. Then, هنا زي ما انت شايف انا بعمل blow by air. Blowing some air, بترش air على teeth while I'm using my brushes with diamond paste to glaze the teeth. ليه؟ عشان اقلل الهيت اللي هتبقى طلعة او developed from the brush بتاعتي. Okay, I go more with my brushes to clean everything. This is the final case. If you have a look. Okay, so what's the difference between infinity margin and minimum prep margin? If you look at this picture on the right side, it's infinity margin or sorry, it's a minimal prep margin and it's minimal prep teeth. Here, let's be honest, guys. احنا هنا مش في مسابقة ولا ان احنا بنقرر انيو احسن ولا ده. لا, let's ناخدها اللوجيك. لو بصينا هنا, I'm sorry about the picture. Sorry. هنا احنا عندنا I'm sorry about this picture of the infinity margin. Actually, I'm not good in taking photo. Dr. Shab is better than me, of course. Dr. Omar Kamal, many. I'm good in work, that's it. هنا لو بصينا الفرق بين this case is minimum prep, this case is prepless. If we have a look, I think I have another picture will come again for this case with prepless veneer. If we have a look in this case, do you think there is big difference between the marginal finish line between a minimum prep margin or between infinity margin? If you look here, I see no sign of inflammation and gingiva look good. If you look here, I see no sign of inflammation and the gingiva look good. If I see here, this is the margin because we have preparation. You can see in this area, this is the margin. And of course here, can't see anything actually over here. Okay, here I don't see any margin. Okay, it's optical. You can't see anything. This is the picture I'm looking for. If you look here, this is minimum prep margin. So I told you can't use prepless veneer with different color of teeth. ليه ما تقدرش تستخدم ال prepless veneer مع اي لون سنة؟ لان المشكلة ان ال prepless when you use prepless veneer the thickness of material هتبقى قد ايه. فكر كده, thickness of material بتاعت ال prepless veneer اي بورس اللي هتستخدمه maximum هيبقى 0.3 مليمتر او 0.4 مليمتر. اوكي, 0.4 أو 0.3 مليمتر whatever نوع البورسل اللي انت بتستخدمه, بس في كل الأحوال هيبقى ايه؟ صح, هيبقى it's look like very thin piece, هيبقى translucent. فلو هو translucent هيعمل ايه؟ هيبقى translucent material, هياخد لون السنة اللي تحت هيشفه. فالبروبلم هنا اللي هتقابلك انك انت if you want to have good color of the tooth او عايز يبقى عندك لون فاتح للسنان, المشكله اللي هتقابلك كالاتي. زي انت شايف السنه دي داي with different color, هحط عليها هحط prepless veneer هنا. سوري What you said,
هنا البربلس فينير لما نحطه على سنه it should be an a acceptable color. You can't use prepless veneer to mask discoloration of teeth. ليه؟ لأنك أنت لو استخدمت prepless veneer over to discolor badly discolor دي المشكلة اللي هتقابلك. المشكلة اللي هتقابلك أن هو هيعمل إيه؟ translucent. It will take the same color from the underlying teeth. هيشف اللون. ف it's not proper to use it with badly discolor teeth. Okay. طيب. احنا اتكلمنا على الانفينيتي مارجن، اتكلمنا على ان احنا شيد يوز البريبلس فينير مع جود شيب تيس، واتكلمنا على السنان او الاوبشن كيسز وكان يوز بريبلس فينير معاهم. هنا هنتكلم على في الفايف فاونديشن بوينت كانت نمره 4 بتاعتنا، ان موست اوف بيشنت فيلينج ذير از سمثينج بتوين البريبلس فينير وبتوين المينيمم بريب فينير. طيب اف وي لوك هير، دي صوره هنا ده مينيمم بريب. ايه الادفانتج بتاعت البريباريشن اوف فينير؟ خلينا صراحه I'm not against preparation for veneer. Actually I do minimum prep veneer for many cases. But انا مع concept اللي هو less is more. يعني if you can do the case with prepless veneer it's better. Let's do prepless veneer. لكن لو الكيس انا I will have no good result with prepless veneer then I have to do minimum prep veneer. الادفانتج اوف كورس اوف مينيمم بريب فينير كالاتي، اولا allow excellent contour because انك انت هيبقى عندك you grinding the teeth so you have good alignment of porcelain without increasing the volume بتاع البورسلين، يعني البورسلين مش هيبقى بالكي. تاني حاجه makes the fabrication بتاع الفينير easy في اللاب لانك انت عامل reduction so you have a good thickness. بعدين بيخلي التمبري بتاعت الكيس is very easy uniform temporary because انك انت عامل برضو reduction، وبيخلي ال more uniform color لانك انت عامل reduction so thickness of porcelain from cervical to incisal will be the same so you will have uniform in color of ceramics. هو ال minimum prep veneer has a many advantage انا مش ضده، بس it's better to use purpose if I can. If I can't so I go to minimum prep veneer but it's better to look. ليه؟ لاني برضو المينيمم بريب فينير عنده disadvantage. من disadvantage بتاعته ان هو اي preparation في اي توس بيخلي السنة اللون هاي داركر، صح؟ سن اللون السنان بيغمق. اي سنة بتعمل لها preparation ركز كده مع نفسك for one minute، اي سنة بتعمل لها preparation for veneer for crown for anything انت بتبدأ preparation ممكن السنة لونها A1 بعد خلص preparation تبقى A2 A3 تبقى look darker، صح؟ لانك انت removed الانامل over the tooth. عشان كده لما بنيجي نعمل مينيمم بريب فينير السنه بتبقى لونها دارك، فبيبقى في تشالنج ان انا لو عايز احط بليتش كلر سو اي هاف تو مانج اوباسيتي بورسلين ان انا اقدر ماسك الديسكلوريشن عشان السنه غمقت فاقدر ان انا اي جو فور بليتش كلر تيس. تاني حاجه مي اليمينيت انامل ان سم اريا ويتش از فيري ديفيكولت انك انت لما تشيل منها انامل او 0.3 او 0.5 سم تايمز يو ويل بي ان دنتين سبيشالي في السيرفايكال اريا واكسبلين دلوقتي ليه. اكبر مشكله بتواجهني انا بالذات مع البيشن اللي هي نون ريفرسبل، يعني البيشن اول كويشن بيساله اوكي دنتست ات لوك جود شامس، طيب دلوقتي لو انا الفينير بتاعي ده وقع دو اي هاف تو دو اجين بريبلس فينير ولا دو اي هاف تو دو اجين فينير ولا ممكن امشي كده؟ لا اوف كورس يو هاف تو دو فينير اجين بيكوز وي بريبيرد ذا تيس سو يو هاف تو دو سو ات ريفرسبل تريتمنت. دي مشكلتي الاساسيه، والمشكله اني زي ما قلت لك 90% of patient will not allow you to grind teeth nowadays. طيب ليه انا بقول لك التشالنج في المينيمم بريب فينير؟ احنا اتفقنا ان احنا we do preparation 0.3 to 0.5 millimeter. البروبلم عندك ان هو very challenging for cervical area. You do very shallow chamfer صح؟ الشامفر اللي انت بتعمله ده بيبقى من 0.3 ل 0.5 millimeter. المشكله ان الانامل thickness of alignment عند السيرفايكال اريا لو بصيت هتلاقي almost 0.5 millimeter. فانت it's very challenging انك انت تعمل finish line وتريموف from the
negative effect of removing an oven. Okay. هنا أنا بتكلم عن دي potential side effect, بس هي مش لازم تكون side effect. يعني it could be happen والناشل اشتغلت فينير هتبقى accept معايا يعني أنه ممكن تحصل ممكن لا. أول واحد, أول حاجة sometimes لما بنشيل من الفينير even to do any minimum prep veneer, some cases and some individual teeth some happen أن بعد كده بيحصل problem the teeth with pain and we have to do endodontic treatment. Some cases بيحصل lower the flexure strength of the tooth, بيحصل debonding للفينير أو بيحصل fracture of the tooth. Some cases بيحصل some issue after preparing of veneer, بيبقى عندنا مشكلة مع sensitivity. Potential patient trauma, لما patient بيشوف teeth after preparation بيحصل حاجة اسمها emotional trauma or problem for the patient. But potential for margin become more visible لو حصل أي نوع من أنواع recession بعد preparation, المارجن تبقى more visible. So it's called potential. It could be happened, ممكن ما تحصلش, to be honest. عشان كده احنا لما بنشوف الكيس دي, if you looked at this picture in any magazine, لو شفت dentist عملها, لو اتفرجنا عليها في magazine, بنقول ايه, واو. Actually, انا ذات نفسي بقول واو, واي حد فينا لازم يقول واو, لان ده gold standard of minimum prep veneer. ده veneer معمول فيه preparation 100% perfect. I like it. To be honest, no, ما فيهوش أي غلطة, يعني ما فيش حاجة زي كده. يعني من أحلى الـ preparation اللي ممكن تشوفه في حياتك. All the preparation is 100%. It's minimum prep veneer. Everything is smooth. Everything is nice. كلنا كدنتست, we will be proud to see this or to do this. وهنبقى فرحانين جدا. المشكلة إن إحنا لما بنيجي نوري الـ patient بتاعنا الـ veneer ده, هيبقى الرد بتاعه ايه؟ بنقول له بص اتفرج, ده مينيمم بريبنير وفي فخور قوي, ده معمول وشكله وده احسن بريبريشن, وانت من جواك بتبقى بتقول يا ريت ان انا في الكيس دي اعرف اعمل بريبريشن زي البريبريشن اللي هو ايه موجود في الصوره دي اللي بتفرج على البيشنت, وانت بتبقى شايف ان البريبريشن حلو جدا, بتفاجئ بصدمه عمرك ان البيشنت لما بيتفرج على البريبريشن ده بيبقى شايف ان البريبريشن ده ماله. نفس الكلام اللي حصل في الاول الليكتشر, 90% اوف كلاين هيبقوا شايفينه painful و permanent و damage و gross ونبس. هنا أنا أحب أقول حاجة, we have to grow up people, لازم نكبر, we have to grow up, we have to be responsible, لازم to understand the mind of people we are serving, لازم نفهم الناس اللي احنا بنقدم لهم الخدمة, لازم نقدر ان احنا ندي الناس اللي احنا بنعمل لهم خدماتنا ان هم يفهموا, نفهم هم عايزين ايه. Most of people now need to go less invasive, irreversible. So we have to understand the people اللي بنقدر نقدم لهم السيرفيس عشان نقدر نجين more acceptance للكيسز, وان البيشن يبقى more appreciating ومore acceptance to do our cases. اخر حاجة معانا النهاردة هقولها بسرعة في الوقت اللي فاضلي, اللي هو ال custom composite prototype. Custom composite prototype is very easy technique انك انت تقدر تعرف منه انك if you can do this case with prepless veneer or you have to do it with preparation or minimum prep veneer. طيب ازاي احنا اي حاجة عايزين نعملها prepless, what we do, we add some porcelain over the tooth. Okay, بنحط porcelain في prepless veneer over the teeth without reduct anything. الثيكنس بتاع البورسلين بيبقى تقريبا 0.3 او 0.5 مليمتر, صح؟ صح. طيب هنا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنيجي على اي كيس انا بشوفها وبستخدم التكنيك بتاعي اللي انا شرحته, اللي حضر معايا الكورس هيبقى عارفه في الدافنشي anterior composite system, بستخدم نفس التكنيك. I try to apply composite over the teeth and sculpt the composite, بعمله sculpture, finishing and polishing. Well, let's see. هنا الفرق بين البيكتشر دي والبيكتشر دي ان انا added composite over the teeth. هنا composite انا حطيته over the teeth وعملت له sculpture وpolishing and finishing without ايه, without removing anything from the tooth. لأن ده the same veneer اللي هيتعمل, لأن prepless veneer أنا هحط veneer over the teeth without removing anything from the tooth. Okay, فده نفس الفكرة. فأنا هنا بعمله وأسيب البيشنت يمشي بيه. ليه يمشي بيه؟ إنه test drive, يجرب. فعشان كده الأدفانتج بتاعت الكومبوزيت بروتوتايب, أول حاجة إنه provide patient with new smile اللي هيوصل لها, وبديله 2 week test drive يجربه. ليه؟ جرب السكنس, لأن أنا هنا I add sickness over the teeth without removing from the teeth. I have to, لازم يعمل ايه, trial للsickness والshape, تمام ولا لا. تاني حاجة بيخليني ان انا الshape اللي وصلت له او الموكب اللي انا عامله inside the patient mouse I can transform it exactly to porcelain.
بيديني information about the shade اللي انا عايزه, لان I can compare the thickness of the porcelain shade, the thickness of composite shade, and how much thinner tempera, and of course it's good weight tempera and good polish tempera than other piece acrylic or different crown and bridge material I use it for different, لان هنا انا بستخدم composite. Okay, give you good decision about the borderline cases. كيس اللي انت قلقان هيبقى السنان بعد ما احط عليها البريبلس فينير هتبقى بروترودد ولا هتبقى كويسه, السنان هيبقى شكلها وحش ولا السمايل هتبقى بروترودد. فهو هنا لما اعمل له كومبوزيت بروتوتايب بيديني فكره انا ممكن اعمل الكيس دي بريبلس ولا لا. انا هنا to do it's very easy procedure and we go very fast, the same guys as we said in the bench composite and anterior zone anterior composite, just I do spot etching for anterior teeth, we don't do full surface etching. لو عملت full surface etching المشكلة ان الكومبوزيت هيبقى صعب او to remove الكومبوزيت بروتوتايب التمبري ده او الموكب تاني, لان هو هنا احنا بنعمل spot etching without bond. Okay, without bond cleaning and dry, then باخد piece of composite ونفس التكنيك اللي اتكلمنا عليه في ال anterior composite. I use the composite by ball, I make my composite like ball, then I use it for sculpture every tooth to have the composite prototype. So this is the thesis composite prototype and this is the final result. If you see the final result is a mirror image from the composite prototype with addition plus. I'm always calling like that, I tell the patient the final result will be the same or mirror image from what we do, what you have now in your composite plus. What I mean by plus, it will be more glazed, it will be more definite in line angle. If you see this and you see this lateral and this lateral, why? Because I did this just in 2 minutes inside your patient, inside your mouse. Very quickly, I carving the composite, I do everything. Lakin hena, أنا بصلح كل حاجة. I did everything in the lab, so I can correct the angle, correct everything. It will be more glaze, more line angle. Everything will look more better. So at the end, I like to say, finding your way in dental journey is simplified or a simple procedure if you plan for advanced for everything. Okay, يعني لو أنت مخطط لكل حاجة هتمشي إزاي, هتقدر توصل في النهاية لحاجة كويسة جدا. Thank you. أنا كده النهاردة خلصت معاكم. هيبقى معانا شوية time for question and answer. I'm ready to take all your question. أولا أنا بشكركم جدا أنكم حضرتوا معايا, وبشكر المجموعة اللي سمعت معايا, وآسف أن أنا تأخرت عليكم. I'm sorry about the complication في الconnection والإنترنت وأن احنا تأخرنا, بس والله خارج عن إرادتي. أنا غيرت 3 راوتر وإحنا قاعدين, أنا عندي كذا راوتر نعلت على كل واحد, فعندي المشكلة بتاعت النت دي مش بإيدي. هبدأ دلوقتي أن أنا لو حد عنده أي question أي استفسار ممكن نتكلم فيه مع بعض وممكن نسمع. ومرسي كتير لوقتكم. Merci, Yoka. Thank you very much. Okay. Any question? Okay. أعتقد أني ما حدش عنده أسئلة. ما فيش حد سأل حاجة, بس أرجو أن أنا أكون فدتكم وأنكم تكونوا استفدتم مني, وإن شاء الله نتقابل على خير وفي ليكتشر تانية وفرصة تانية. أنا هستنى برضو 2 minutes لأن ساعات بقى فيه مشكلة في الكونكشن فالأسئلة بتيجي متأخرة, so I wait 2 minutes then I start.
Can I make veneer for molar? لا ما ينفعش نعمل veneer for molar لأن الفورس mastication is very strong in molar. ثانيا it's very hard to it's better to do crown for molar. الفينير مش هيستحمل ويستاند الفورس ومش هيستحمل الاستاتيك زون بتاعتنا بالفينير بتقف عند السكند بري مولر. It's better. Okay. بس لا يعني ما شفتش حد I don't know ما شفتش حد عمل فينير على مولر قبل كده. It's not accepted because the force and everything is very difficult. Okay, guys, thank you and have a good night. See you soon.